باقي يومين بس وينزل فيلم بلاك بانثر وكاندا فور ايفر، وحتدور احداثه بعد وفاة الملك تيتشالا، والكل راح يتعاون لحماية واختيار مسار جديد للمملكة. مين راح يكون بلاك بانثر القادم؟ حتى لو عارفين بس خلونا ننصدم ونتفاجأ في وقتها. عن نفسي جدا متفائل بالفيلم. اول شيء لانه راح يكون الفيلم الاخير في المرحلة الرابعة من عالم مارفل، راح يكون الحلقة المهمة والموصلة للمرحلة الخامسة. وثانيا لانه مخرجه ما تغير، هو نفسه اللي اخرج الجزء الاول، رايان كوغلر. واخيرا مدة الفيلم راح تكون ساعتين 41 دقيقة، فخليكم مستعدين. سلام.